ما هو الجفر؟ يعني الجفر في اللغة أولاً يعني يطلق على الشاة حينما تنفصل عن من أولدها في سن ما، يقال عنها بأنها جفر أو جفرة، وقد أطلق بعد ذلك على الجلد. الجفر كما في الروايات هو عبارة عن جفرين، جفر أحمر وجفر أبيض. الجفر الأبيض هو عبارة عن وعاء جلدي، هذا الوعاء الجلدي فيه كتب مقدسة، من ضمنها كتب الأنبياء كالتوراة والإنجيل وزبور داود، يعني فيه مجموعة من الكتب التي يظهرها الإمام المهدي عليه السلام ليدل على أن وراثته هي وراثة ضمن السلسلة الإمامية النبوية. والجفر الأحمر عبارة عن جلد وعاء يحتوي على مواريث الأنبياء، عصا موسى وخاتم سليمان وقميص يوسف ونعل شيث وهكذا سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا هي عبارة عن أمور يثبت فيها الإمام المهدي عليه السلام بأنه وارث الأنبياء والأئمة عليهم السلام.